فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب نبتدئ بالاحتجاج بالقدر، لأننا ما انتهيناش من المسألة المهمة. لو في أي أسئلة الآن تفضلوا، أنا أريد بس السبورة كده تكتب القدر. احنا قلنا العلم التصور التخطيط فيه بالقدر، وجنبك الصعيدي بيتكلم. فخليه بقى، انا الصعيدي لابد هيفهم المساله دي تنفعه شويه. عشان قال السيد عائشة لما خير قالت او تعلم بما تعلم، قال لا، قالت بما تعلم من حجه عليه. وقول ابي موسى الاشعري يفهم انه لم يعمل، يعني لم يبلغ ولم يتعبد. القدر شوف، احنا الأسبوع الدورة الماضية كنت أردت أن أؤسس لفهم هذه المسألة العويصة، وده أهم أصل من أصول الإيمان، لعلنا ننتهي منه إن شاء الله في هذه الدورة. لكن هذا أصل هو أنا عندي هو من أهم أصول الإيمان، لأنه هو أيضا يرتبط به كل الأصول الأخرى. احنا قلنا بأن القدر لن يؤمن به من أدخل عقله فيه، لن يؤمن به من أدخل عقله فيه. وأحمد قال القدر قدرة الله، لأنه من لوازم الربوبية، القدر قدرة الله. ويستقيم الإيمان بالقدر بأربعة مراتب: علم، كتابة، إرادة، خلق. علم، كتابة، إرادة، ولو قلت إرادة يبقى لابد في الإرادة تكون إرادة كونية وإرادة شرعية. علم، وده من أهم مكان، علم، كتابة، علم فكتابة فإرادة، والإرادة تعملها إرادتان، إرادة كونية إرادة شرعية. لأن قلت المشيئة لن تعرج على الإرادة، هنا إرادة كونية إرادة شرعية. ليه بس انت اضغطت على الكتابة؟ انك عندك اسهم كثيرة في الكتابة وفي العلم. انا اريد التخطيط ده يحفظه الانسان، وبعد نكمل مسائل القدر. احنا اخذنا الاحتجاج بالقدر لابن تيمية، وقفنا عند مسألة بعد ما اخذنا حديث حج ادم موسى. الاحتجاج بالقدر هي دي النهاية في هذا الباب الرسم الثاني. سيكون الكلام على افتراق الناس في القدر، افتراق المذاهب في القدر، ولتعلم ايضا المباينة الكبرى بين أصول أهل السنة وأصول غيرهم الذين قالوا هم أهل السنة، يعني المتكلمين. يعني في واحد بيموت بيقول هذا الرجل عمال يعادي ويضلل الأشاعرة. أنا ما فعلتش شيء غير أن أنا أظهرت إيش؟ أظهرت أصول القوم، هذا الأصول وهذه أصول أهل السنة، خذ بما شئت. كتابة أزلية، كتابة عمرية، كتابة عامية، هنجمع لك كل هذا وبعد ندخل على المهم، لأننا لن نقرأ الرسالة. أنا هعطيكم خلاصة، كما قلت خلاصة ما قاله الإمام أتى بفئات ثلاثة، بأصناف ثلاثة يتكلم عنهم في القدر، ثم تكلم انتقل بعد ذلك على مسألة مهمة جدا، مسألة المحبة والكلام، وبين افتراق الناس أيضا في المحبة والكلام على غرار افتراقهم في أبواب القدر في هذا الباب. طيب يومية، ممتاز. طبعا العلم هنا علم غيب وعلم شهادة. وعلم الغيب علم غيب مطلق ونسبي إضافي. وهذا من الأهمية بمكان. كل ذلك في أبواب القدر. ذلك أصول الاعتقاد، من أهم أصول اعتقاد القدر. لما نحن المشكلة عندنا في هذا الباب
أننا إما نميل إلى القدرية وإما نميل إلى الجبرية. نحن ده الحقيقة، دي الحقيقة. لم نأخذ صفاء اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر. أنهيت هذا؟ ها؟ ماشي. الخلق بعد التأمين، وأصل الخلق إلى المراد به الإيجاد من عدم. اعمل بقى دايرة هناك وقل أيوه، افتراق الناس في القدر، افتراق الناس في القدر. أتمنى يكون أكبر بس هو ظاهر. افتراق الناس في القدر ثلاثة، القدرية. لأن القدرية ليش أنا ابتدأت بالقدرية؟ تعرف القدرية الجبرية أصحاب الفنا، أصحاب شهود الربوبية، أصحاب الكشف. يعني أستاذ ماجد ليه ما تضحك؟ ما كنتش بتضحك يا أستاذ تميمة، ليه ما كنت تضحك معه؟ فش بص لك فانت ضحكت له، ما فيش اي حاجه. المشكله ما فيش اي مشكله. لا هو عايز يقول اعطاها لك واسطه. طيب ممتاز. لما بدانا بالقدريه الجبريه اصحاب الفنا؟ لما هذا الترتيب؟ شوف عمل فيك ايه. الترتيب الزمني غير مؤثر في الحكم العقدي. الترتيب الزمني غير مؤثر في الحكم العقدي. اقل ضلالا الى اكثر ضلالا. نعم هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. القدريه اخف الناس في هذا قول القدريه، مع ان الشافعي قال ايش؟ خاصموهم كما سابين. اذا القدر قدره الله، القدر قدره هو اصل من اصول الايمان. عايش اكتب الدليل بس كده. قول الصاحب وان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، فان مت على غير ذلك فانت من اهل النار. عصب فهم القدر شيخ. انا عملت الاسهم وانت اكتب الاسهم بس طبعا خطي مش هينفع. عصب هنا دي هتكتب فيها عصب القدر. ماشي. عصب فهم القدر في ثلاثه. اول شيء علم الله. لا الاول العلم خلاص. الثاني الحكمه. طيب الثالث عدم الظلم. دي اهم ثلاثه انت هتكتبهم في مساله عصب القدر في هذا الباب. القدر قدره الله. انت ما كتبتش الدليل بتاع لا قال وان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. وطبعا حديث جبريل الطويل. نعم. عصب فهم القدر علم الله وإيه؟ سيبه هو ما يكتبه، ما أنت مالكش دعوة بالخط ده. ده مش خط، ده خريطة. فماشي. علم الله ما تخلوه مع الشيخ، ما هو الشيخ. في أخ ممتاز بيقول ما عليكم في ما نقله ده مؤدب، يعني يريد أن يشير ما نقله الإمام ابن رجب عن الدارقطني أحاديث تأخير العصر لا يصح منها شيء يقاوم أحاديث التعجيل. ممتاز. احنا المسألة دي قطرناها بحث من المرة الماضية، فجزاك الله خير. هو يشير حتى نعجل بصلاة العصر، ننتهي من العقيدة إن شاء الله ونصلي العصر. نحن مشغولون بصلاة، نحن مشغولون بفرض كما أن صلاة العصر فرض. وده أنا بينتهى مش عبا بينها كل مرة. وأتينا بدليل واضح أوضح ما يكون في البيان. إيش هو؟
بص اهو شوف حافظ اهو الرمي ان الانسان كان يتحين الزوال. طيب ليرمي وما صلى العصر. ايه اي حديث؟ لا هو ما هو مش سائل كده، هو بيشير بالامر الثاني. كتبتها؟ ممتاز. اذا هنا العلم، علم الغيب ماشي خلاص. العلم هذه مرتبه، اولا القدر قدره الله جل في علاه. قدره الله لها لوازم كثيره. ما هي يا شيخ ياسر اول لازم من لازمها اذا علمت ان القدر قدره الله جل في علاه؟ ماشي العلم التسليم، هذا اول شيء. اول شيء اذا قلنا القدر قدره الله يبقى تمام التسليم. اول شيء تمام التسليم، ولا يمكن ان ينجو امرؤ قط في القدر حتى يسلم تسليما تاما. كل من ادخل عقله دخل مزله، كل من ادخل عقله زل. فاذا قلنا القدر قدره الله يبقى انت كده اتقنت باب القدر وهو التسليم التام. ولذلك الله تعالى لما تكلم عن المصائب وش قال؟ قال ان الله اذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخطف عليه. يبقى من رضي، وهي اصلا اصل ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا. فقدره الله هنا اذا علمت القدر وقدره الله تمام التسليم لله جل في علاه. تمام. وهذه كما قلت محل القدر حقا هو ان تسلم، وان سلمت فتح الله عليك ابواب الحكم. القدر قدره الله عصب الفهم فيها، اولا ان تعلم بان الله علم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، وان تعلم بان الله جل وعلا يعلم ما ستفعله وما سيكون، وان الله جل وعلا علم اهل الجنه من اهل النار كما قال انسانا فرغ ربكم من العباد. هذا كتاب فيه اسماء اهل الجنه باسمائهم واسماء ابائهم، ثم ختم على ذراريهم، ثم ختم على ذلك اجمل لا زياده ولا نقصان. وأتى بالكتاب الذي في شمالي، قال هذا كتاب فيه أسماء أهل النار بأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمع على ذلك لا زيادة ولا نقصان. فأن تعلم بأن الله علم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. القدرية أخفقوا في هذا. القدرية نوعان وصنفان كما سنبين. القدرية صنفان، صنف نفى العلم، وصنف أثبت العلم ونفى الإرادة. صنف من القدرية نفى العلم، وصنف نفى العلم نفى الإرادة وأثبت العلم. المتقدمون نفوا العلم، وهؤلاء الذين يعني كفرهم ابن عمر، وقصة يحيى بن يعمر قصة مشهورة. عندما وفق له ابن عمر فجلس فقال إن عندنا بالعراق أناس يقولون الأمر أنف، قال أبلغهم أنني منهم براء وأنهم مني براء. ثم روى حديث عمر الطويل أن جبريل دخل على النبي الأمين وقال يعني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدرية الأولى الذين نفوا العلم، وهؤلاء يعني قال الشافعي خاصمون في العلم، فإن أقروا فقد خصموا انتهى، وإن نفوا فقد كفروا، وإن نفوا فقد كفروا. وقد ورت الأدلة على القدرية بأنها مجوس هذه الأمة، وفصل ابن تيمية القول فيها في كتاب الاحتجاج بالقدر. الإخوة يعني ترجع له، أنا أتيتكم بالملخص عشان ننهي المسألة بأسرها أو الرسالة بأسرها. فالعلم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء، بكل شيء يعني شيء هنا مع الكل، الإضافة في التنصيص تدل على إيش؟ على أنه ما من شاردة ولا وريدة إلا يعلمها الله جل وعلا، وما من ورقة تسقط من شجرة ولا من كتاب ولا من شيء إلا ويعلمه الله جل في علاه. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، سواء من الممكنات أو المستحيلات. كما قال ولو ترى إذ وقف على النار فقالوا لا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا. ده هنا بقى الآن بيخبرك عما يكون، وبعدين عما ما لم يكن لو كان كيف سيكون. أخبرك عما يكون بقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا لا نرد، هذا سيكون يوم القيامة يقولون بذلك ويصطرخون. طب لو أعادهم، وهذا لم يكن صحيح لم يكن، لكن كيف سيكون؟
أنهم لو عادوا نفس الكرم، ولو عادوا ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإحاطة الله علما بأنه يعلم أهل الجنة وأهل النار، هذه مهمة جدا، ويعلم أفعال العباد. شوف الاعتزالية القوية والاعتزالية الإيش المخففة. الاعتزالية القوية هو قول القائل بأن الله لا يعلم أفعال العباد. الاعتزالية المخففة اللي هو بيقول لك أن المدرس لما بيعلم الطلبة بيجي يوم الاختبار يقول محمد 99% وأحمد 98% وجاءت المطابقة هنا في 99 و98. ده قالوا شيخ كبير جدا فاضل نحسبه مخلصا، طيب، والناس صوتت وصرخت على كل هذا العلو والفهم الدقيق، وهذا اعتزال، وهذا اعتزال، والناس بقى بتصرخ، ما هو الناس كلها ما بتصرخ وبتصوت كثيرا على هذا. ولما قلنا الرجل طيب مخلص لكنه ليس عالما، يعني طلع قال شفت بقى السلفية بتعمل ايه، شو بيقولوا ايه، دي حقيقة. ده اصلا انا اقول 99 دي على علم الله، علم وخلق في المرء ما يصل الى ما علمه الله جل وعلا، لان الله يخرج معلومه في العباد. فانت تفر من الاعتزال المخفف ان الله يخلق الاراده يخلق الفعل، والله خلقكم وما تعملون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق كل صانع وصنعته، ان الله خلق كل صانع وصنعته. طيب كما قلنا مراتب القدر لا يمكن أن يستقيم إيمان العبد حتى يعلم مقادر مراتب القدر. علم كتابة أو علم فكتب فأراد فإيش فخلق، علم كتابة إرادة خلق. والكتابة يعني المنازعة في الكتابة مع أهل البدع هي الكتابة الإيش الأزلية، المنازعة في الكتابة الأزلية، لأن الكتابة لا تكون إلا عن علم، وهم ينفون أصلا العلم، فالمنازعة في الكتابة، ولأن في الكتابة فيها كل شيء، وهم يقولون لا يعلم الشيء حتى يعمل. ولذلك هم يقولون الأمر أنف. لذلك لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أرأيت ما نعمل، يعني الأمر فيما مضى وانقضى أم هو فيما يستقبل؟ فإيش قال؟ قال لا، الأمر فيما مضى وانقضى. فقال ففيما العمل؟ قال أعمله فكل ميسر، خلاص سيخرج معلومه فيكم، أنتم ستحققون ذلك، هتحققون ذلك لا محالة. فالكتابة المنازع فيها كما بينا، والكتابة اليومية كتابة الكتابة العمرية هي كتابة الملك عندما يكون جنين في بطن الأم، وعندما يكون جنين في بطن الأم بيكتب أربعة عندما يمر 120 كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فيقول الملك ربي أي ربي ذكر أم أنثى، أي رب العمر، أي رب الأجل، أي رب الرزق. هذه الكتابة، وهذه الصحف أو تقديرا هذه الصحف فيها التبديل، قد يبدل فيها ما يبدل، يعني هذه الصحف قد تتغير، لأن عمر الخطاب قال اللهم إن كنت قد ختبتني شقيا فامحوها واكتبني سعيدا، قال وقرأ وعنده أم الكتاب، قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى يمحو الله ويثبت فين؟ أين؟ في اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، يبقى ما فيش هنا تبديل، يبقى تبديل وين؟ يبقى يمحو ويثبت في صحف الملائكة، يمحو ويثبت في صحف الملائكة. وهنا لك أن تفهم من القدر، أنا بلم لك كل فروع القدر الآن، تفهم من القدر قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وإيش والبلاء يعتلجان أيهما أسبق دفع الآخر. طب لما مع أن القدر لابد أن يقع، ماشي ممتاز، لأنهما من القدر، المنازعة أنهما من القدر، البلاء من القدر والدعاء من القدر، فالمسألة راجعة إلى القدر. ولذلك هذا يعني تفهم أن القدر قدران، قدر يدفع وقدر يسلم. القدر الذي يدفع هذا أيضا من الأقدار التي بيّن الله جل وعلا أنها تدفع. إذن الكتابة
العمرية والكتابة العامية فيها التبديل، والكتابة اليومية أيضا فيها التبديل. الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية، ضابطان لكل إرادة، فتعرف أن تفرق بينهم. لما طيب إحنا هندرس هذه الكونية والشرعية والتفريق بينهما؟ لما؟ هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، بس عايزين تفصيل بس صحيح. حتى يعني نعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة نفرق. ماشي ماشي. السمرة جمع السؤال، هل أراد الله المعاصي أو أراد الله الشر؟ يعني قاربت قاربت. أصل الفرق في مسألة القدر الفرق في الإرادة، هو هو المسألة. قلنا أصل لب هذا تقوم عامل سامي كده تقول عينان جميلتان، عين القدر وعين الشرع، والضلال في ذلك كل أعور لا يرى. عينان جميلتان الكون والشرع، عينان جميلتان الكون والشرع. سبب الضلال وأصل الضلال هو عوار العين. أهل السنة والجماعة ينظرون إلى القدر بعينين جميلتين، عين الكون وعين الشرع. طيب، والفرق المبتدعة لا تنظر للقدر إلا بعين واحدة، عين عوراء، وده اللي يجعلك تفهم بقى ما سيأتي. فهذه من أهمية المكان، ضابط الإرادة الكونية أنها تقع لا محالة، أنها لا تقع، أنها تقع لا محالة. والأمر الثاني أنها عامة، وده اللي فهمه أهل السنة والجماعة، يعني فيما يحب وما لا وما لا يحب. كفر أبي لهب، ها ده كوني. ليش كوني؟ أولا أنه وقع، والثاني الله لا يحبه ولا يرضى لعباده الكفر لكنه قدره. طيب هنا كيف نخرج من هذه المسألة؟ طب ما هو ما بيحبوش، كيف قدره؟ ها ها، بحكمة ممتازة. بس أنا ها ماشي، بس ممتاز. لفوق ضفوق، لا الله لا يحب هذا لذاته لكن يحبه لغيره، يحبه لأنه سبب لما يحب، ثمرة لما يحب. فهو وجود الشيطان غير محبوب لذاته عند ربنا لا في علاه، مبغوض، لكن يحب الشيطان ليس للشيطان ولكن لثمرته، لأن الله جعل الشيطان ليميز به بين إيش؟ الخبيث والطيب. من الحكمة أن يضع أهل أن يجعل الطيبين في الجنة والظالمين في النار. فهنا معناها أنه مع أنه لا يحبه هو يحب ثمرته، يحب ما يأتي منه. قطع اليد للسارق مبغوضة لله ومبغوضة للقطع اليد في نفسها لأن فيها إفساد، فإفساد اليد وخلق الله اللي في علاه، لكن الله يحب ويحب ثمرته، إنه لما يقطع يده لما يجي بقى تاني وداخل عليه الرجل والمحفظة خلاص لا فين دي راح دي، لا أكل ولا شرب ولا، فيخاف فيحفظ أموال الناس. لكم في القصاص إيش؟ أهو حياة، يحب الحياة في هذا الباب، قبض روح المؤمن. قال يكره الموت وأكره مساء. طب ما هو كمان ما ترددت، ما ترددت، والتردد صفة من صفات الله اللي فعلها تلك بجلاله وكمال، ما ترددت في شيء أنا فعله، ترددي في قبض روح المؤمن يقرأ الموت وأكره، ولكنه أماته لما؟ لمحبة ما بعده، هو أن يكون بجوار الله جل في علاه، أن يكون بجوار الله. فهنا هنا يعني المسألة الكون لابد أن يقع وعام فيما يحب وما لا يحب، أما الشرع قد يقع وقد لا يقع لكنه خاص بما يحب الله جل في علاه. انظر بقى هنا في التخليط، ودي زبدة الرسالة اللي ده الكلام الطويل اللي انت مش هتفهمه لما شيخ الإسلام كتبه وانت تقرأ فيه تتعب. خلاصته بنقول لك الآن، الشرعي هو ما يحبه الله جل في علاه، يبقى ضابطه يقد يقع وقد لا يقع، وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه. كل الناس بررها بأبي بأبائهم وأماتهم، عشان كده في نادي اسمه نادي المسنين، عشان كده في واحد في الحضرة قتل أباه وأمه، صح كده؟ وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه، هل حتى حقا وقع؟ كثير من الناس لم يفعلوا ذلك، يبقى قد يقع وقد لا يقع. طب الضابط الثاني خاصة فيما يحبه الله، خاص، وهنا بقى الضلال جاء من هنا، هنا خاص
الكون عام والشرع خاص. هو ماله في ايه عنده عشان الحاجات دي هنا؟ لا لا، مرن ابو عمر مرن، وسيكون مرن الاكثر عندما يفعل ما نقوله ان يتقي الله ويسيب السنه. اخونا احمد عارف ايه اللي هيحصل، بس هو تكون معينا له معضدا بالله. عسى تكون ساعه اجابه. دي المحبه هي خاص، لابد ان تقول هذه بين قوسين المحبه، ده عام فيما يحب وما لا يحب، لكن ده خاص فيما يحب. شوف شوف قال هذا شاعر رؤى شرعية دخل فيها. أحسنت. الخلق هنا انزل تحتها خلق الإيجاد من العدم، الخلق الخلق خلق أفعال العباد. نقول بقى الآن أهل السنة والجماعة جمعوا بين عينين جميلتين، أهل السنة والجماعة جمعوا بين عينين جميلتين. طيب العين الأولى عين الكون، والعين الثانية عين الشرع. يجمعهما آية واحدة احفظها وأنت كده المخطط هذا قد أتقنت كل ما فيه. تقول يقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر. الخلق هو الكون، طيب، والأمر هو الشرع. الكون فيما يحب وما لا يحب عموم، وهو قد يقع لا محالة. الشرع فيما يحب خاصة، فيما يحب خاصة، وقد يقع وقد لا يقع. أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين، فلم يخلطا بين العينين، فما ضرب الكون بالشرع ولا الشرع بالكون، لم يغلب عين عن عين، صار وسطا وسطا، فيجعل الخلق الكون على ما هو عليه، ويجعل الشرع على ما هو على ما هو عليه. فيأتي إلى كفر أبي لهب، عشان تفهموا أهل السنة والجماعة كيف يعتقدون. فيأتي كان الله في عونك. فين محمد إبراهيم؟ في السكة. احنا قلنا في السكة دي معناها ايه يا شيخ؟ في السكة في السكة. اتفضل يا أستاذ، عايزين نعرف أصلا احنا هنروحوا فين بالضبط. الإخوة بتدلع يا شيخ محمد، تفضل. فهنا تعالى لكفر أبي لهب، هم ينظرون إليه بالعينين الجميلتين، قالوا إن الله يبغض ما عليه أبو لهب، وإن الله لا يرضى له ما هو فيه، وقد قضاه كونا لحكمة عظيمة. ده نظر أهل السنة والجماعة. أعجل لكم بنظر أهل البدعة قبل أن أتكلم عليهم. الجبرية قالوا أبو لهب أحب خلق الله إلى الله، والجبرية دول يا حبيبي هم الأشاعرة، الجهمية والأشاعرة. والأشاعرة تعلمون عندهم طمات كبر في مسألة القضاء والقدر. ها؟ طبعا طمات كبر في مسألة القدر. فالأشاعرة يرون بأن كل شيء مراد له محبوب. مسألة بما كنتم تعملون ذلك بما قدمت يداك، بيقولون هذا على المجاز. وطبعا هو فساد الإيه بقى؟ أو فساد التأويل الذي يعيشون فيه الآن، والعقل الحاكم على كتاب الله جل في علاه. الله يقول ذلك بما قدمت يداك، أقول لك هذا ده حقا أصلا ما قدمته يداه وفعل الله. وذلك أنا نعم جلس بعضهم وقرأوا قول الله تعالى يعني وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا قول من؟ ده قول الهدد لمن؟ لسليمان، أحطوا ما لم تحط به وجئتهم من سامة من أقيم. قال وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله، قال وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قالوا الجبرية قالوا الهدد قدري، حتى الطائر قال الهدد قدري. ليه قدري؟ لأنه نسب العمل لهم للإنسان، فيقول لك الهدهد قدري. أرأيت بقى أفظع ما يكون من هؤلاء؟ يعني الهدهد غير مكلف، ومع ذلك دافع عن التوحيد، وهم يقدحون في التوحيد. قالوا الهدهد قدري لأنه نسب الأعمال لمين؟ هي ما عملتش حاجة، ده العمل ده كله عمل الله. وطبعا بشر مليسي كما قلت لما قرأوا عليه قول الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال لو كنت مكانه لقلت إيش؟ أنت الذي معتن أنت. ودخل الرجل على امرأتي وعليها رجل ولا نعم الشهامة والمروءة، فأخذ السيف يريد قتله. إيه اللي بيحصل؟ إيه ما هذا؟ فهو بيرفع السيف، قال له مهلا إني ما فعلت ذلك إلا بقدر الله.
فقال امنت بالله ورمى السيف. امنت بالله. المراه جوب فساد عظيم. المراه قالت والله ان هذا مذهب سوء. النفوس نفسها تنفر من ذلك. وانا قلت لك تعالى الواحد ماشي واضربه على قفاه قل له لا تتفت قدر الله قد نزل. انا انصحك خذ بنصيحتي وعدان وجيب واحد بس يكون ايه طالع من الجيم واعطيه على قفاه قل له لا تتفت قدر الله قد نزل فاهم. وانظر الى فترة الناس بس تفعل شوف هيعملك مكنة مفرمة في هذا ويقول لك قدر الله يا فاسق أبي. شوف ولا هيقول له كده. فانا بقول لك حد شوف خالفوا حتى الفطر السليمة. الفطر السليمة خالفوها يا مشلول. الله اكبر ماشي. ليه ما التأخير؟ وانا بحبك كمان يا حبيبي واتغزل في عيونك وفي يعني براء بريق جمال. ده جاب واحد دافع معاه. ده زي ده انت ولدته امتى ده؟ النسخة التانية بتاعتك؟ ده كيف وكيف الكتاب معاه؟ قوم اسمك ايه؟ الله الله يرضى عنك. انت سيف بطار لكن انت نسخة منه تانية. هو اللي اخاك عشان تأتي بيه لهنا يتعلم صح؟ ماشي اتفضل مش هفوت خلي بالك. فهنا هنا ينظرون لذلك يعني خلطوا ضربوا الشرع بالقدر بالكون. هنا احنا قلنا بينظر بعين ايش؟ ألغى كل الشرع ألغى كل الشرع. لكن لو سألتك عما مضى عندك منه جواب؟ النصيحة بيقول لي النصيحة ما فضيحة. طيب فين النصيحة هنا؟ خلاص وانا شكرناك على ذلك واثنين عليك خيرا. افضل له هو ما زال عايش في هذا الباب. لكن اخونا عاطف ما اعرفش هو فين. اخونا عاطف راجل فاضل في الاردن صراحه. ايه الجسد؟ طيب الحمد لله. فينه موجود؟ رضي الله عنك يا عاطف حفظه ربي. سلم عليه حفظه ربي. اذا هنا القدريه غلبوا عين الشرع عظم الأمر والنهي وقالوا بأفعال العباد ومشيئة العباد مستقلة وأن الله لم يخلق أفعال العباد. أولا قلنا هم صنفان. صنف نفى العلم ومن نفى العلم فقد كفر. لذلك الشافعي قال خاصمون بالعلم فإن أثبتوا فقد خصموا وإن نفوا فقد كفروا. والمتأخرون منهم يثبتون العلم إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ويعلم بأفعال العباد لكنه لم يخلقها لم يخلق. يقولون الله لم يخلق أفعال العباد. تنظر شيء ثاني أصلا تجعله فيه خلاص. فإذا كما قلت بأنهم يقولون بأن أفعال العباد لم يخلقها إرادة العباد لم يخلقها وهؤلاء أخف من المتقدمين هؤلاء المتأخرون. والأدلة عليهم كالبحر. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون سواء كان ما انا شرحتها في 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 الدوره الماضيه سواء كانت ما مصدريه او موصوله كما فسرناها. ممكن اسالك على التفسير ايضا والتفصيل ممكن ولا؟ وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق كل صانع وصنعته. واثبات المشيئه اثبات غير مستقل. قال وما تشاءون الا ان يشاء الا يشاء الله فما شاء كان فما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن بحال من الأحوال. وأما من يقول بأنه هل يكون في كون ما لا يحب يعني إن الله تعالى يجعل في كون ما لا يحبه. قال هذا على الأقل أنه إيش أنا أثبت أنه خلقه. لكن هل يكون في كون الله جل وعلا ما لم يرضاه يعني ما لم يكونه سبحانه جل وعلا؟ يبقى أنت جعلت مع الله إيش خالقين. فالقدرية جعلوا مع الله خالقين جعلوا كل عبد خالق لفعله. تبقى الطائفة الثالثة من هذه الطوائف التي قد ضلت وهي طوائف الفناء. طبعا الطائفة الأولى الذين قالوا بمسألة الجبر ليس بالتوغل فيه طائفة الرازي. طبعا انتوا عارفين من كلمة الأشاعرة. والطائفة الثانية طائفة الفناء اللي هو إن شهود الربوبية الفناء في شهود الربوبية ده هو ده اللي عندهم الفناء في شهود الربوبية. هؤلاء ماذا يفعلون؟
يقولون كل شيء في الكون محبوب لله مرضي له، ما فيش شيء مبغوض، كل شيء. طبعا القول في مسألة، في هذه المسألة مسألة عظيمة، لأنه ثمرتها سألمحها لا أقولها يعني تصريحا، لكن هم يقولون كل شيء في الكون محبوب، لأن ما أوجد الله شيئا إلا وقد أحبه. هنا بقى ده اسمه شهود الربوبية، لأنه يرون خلاص الفنا في شهود الربوبية. يقولون يعتقدون أن كل ما يقع في هذا الكون فهو يعني مرضي لله جل في علاه، محبوب له، وأنه لا يوجد شيء قط في الكون مبغوض لله جل في علاه. لذلك تراهم إيش؟ تراهم يلينون مع أهل الكفر والظلم والفساد والطغيان، تراهم أسمع الناس لهم وأطوع الناس لهم. نعم، لما؟ لأنهم يقولون ما دام قد صدره فقد راضيه، وراضيه وأحبه، فكل شيء محبوب لله جل في علاه. وهذا توغل في إيش؟ توغل في أعمال عين إيه؟ عين الشرع. توغل يعني ها؟ في عين الكون، توغل في عين الكون. خلاص كل شيء خلقه وأوجده إذن هو يرضيه، هو يرضيه، فهو مرضي لله محبوب. وهذه عمق الكلام في مسألة الجبر. طبعا أطال ابن تيمية في التحفة العرقية وفي غيرها على القول بهذا، وأنا قلت أن أنا سأوجز فقط لكم. لذلك قال ابن تيمية، قال وتراهم بذلك هم أعظم الناس انتصارا ومعاونة على البغي والعدوان لكل متسلط على الأرض، فهم أعوانه حق. ولك أن تعرف لما أمريكا البيضاء أو السمراء أو الصفراء أو الكاذبة أو أو قل عنها بقى ما تقول، أو 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 أمريكا شعار البلطجة، هذه لما الأموال الطائلة تدفع لشيء معين، لسرادق معين دينا يريدون. هذا هو الذي يعني لابد للناس أن تكون فيه. لما؟ لهذه المسألة كشفناها لك الفنا. لما هؤلاء مرضي عنهم؟ ها؟ أيوة نعم، هؤلاء اللي على وزن المروحة. لما السرادق ينعقد؟ لما هناك السواعد الكبيرة والأموال الطائلة تدفع للمرجحة؟ ده مرجحة بتدفع فيها آلاف. المرجحة ده هي أهم شيء، المرجحة دي أعظم من ساعة لندن، أعظم من ساعة لندن. ذلك الإمام ابن تيمية يقول هؤلاء يعيشون في الفنا، شهود الربوبية فقط، يقولون كل شيء في الكون محبوب. وجود الشيطان محبوب، لذلك هم يعاونون كل أحد يعني كان على هذه الشكلة حتى ولو لم يكن من أهل الإسلام بحال. لما؟ لأنهم يرون أنهم مع إرادة الله، ليسوا مخالفين. نقول نحن مع إرادة الله. هذه الطائفة الثالثة من الطوائف المبتدعة في أبواب القدر إجازا. إجازا، عرفنا الفرق بين الثلاثة. عندنا الأول القدرية هم أخف القوم، وهم أخف القوم، وأما الجبرية فهم أسوأ من القدرية، لأنهم استهانوا بالشرع وغلبوا الكون. وأما أصحاب الفناء ما شاهدوا إلا في شهود الربوبية، شهود الربوبية فقط، شهود الربوبية فقط، الفناء فيها رأوا أن كل شيء في الكون هو محبوب لله مرضي له. لذلك عطلوا الجهاد، عطلوا الأمر عفوا عن المنكر، عطلوا كل شيء لنصر الدين الله جل في علاه، لأنهم يرون أن كل ما يكون في الأرض من فساد هو محبوب لله. أرأيت جحود ورأيت يعني كفر بالله جل في علاه وضلال أشد من هذا الضلال؟ والله جل في علاه امتلأ كتابه بالتفريق بين المختلفين. هم سووا بين المختلفين. قال أم نجعل المتقين كالفجار؟ صحيح، ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فسووا بينهم. فلما سووا بينهم لا أمر عوف ولا نهي عن المنكر، وهؤلاء انت تعالى على اي احد في المطوحه
تراه لا يمكن أن ينكر إلا على مثل، لأنك أنت اللي واقف أمامه تبين ما فيه من عوار. لذلك الأموال الطائلة بتنفق على مثل هذه الأفكار ويمكن لها. وعلى رأس هذا الفكر الظالم اللي هو توغل في شهود الفناء في الربوبية صاحب الحقيقة، تأشير على بياض، صاحب الحقيقة. فهمتم الحقيقة ولا ما فهمتوهاش؟ صاحب الحقيقة هو رأس في الباب، هو بيقول لك وانا احب، لما تبغضون لما تبغضون الروافض، لما هيلطم، لما لا تحبونهم؟ نعم من قال على عائشة لا نحبه، لكن من قال يعني من لم يقل لما انا احبه واحب كل احبه، الله يحشرك معاهم ان شاء الله. حبه انت، انزل تحت العمامة اللي تحت راسه واجلس وتربع على التاج الاكبر في هذا الباب، في هذا الباب. فهو أصالة لما يرى كل شيء. والله ثم والله ما قال مسألة تحريف القرآن وأنكرها وقال على عائشة إلا لشيء واحد. وش هو الشيء الواحد؟ إنه يخشى. تفضل يا أستاذ هاشم، أين أنت؟ أيها الشمس لا الشمس المشرقة، تفضل رضي الله عنك. والله ما قال ذلك إنكارا، هو في أصل عقيدتي لا إنكار. نعم، هو ما قال ذلك لا في الإنكار، خوفا من سطوة العوام. العام مش هيرتضي إن عائشة تشتم. طب أنت من شيخ أصلا، أنت بتقولنا بحبهم وعب يشتم، يقول لي مش هحطها على جنب، ما لناش دعوة بيه، احنا مش عايزين إيه يعني نضغة. يا لهوي، ما فيش يا لهوي بقى ولا الهول وخلاص. يا اسكندرية يا لهوي، يا للهول العربية. وفي الاسكندرانية بيقولوا يا لهوي ألف مرة. هو بيقول بيحب اليهود والنصارى؟ لكن ما قلت هو ده قرين شعبان عبد الرحيم. فهو الحاصل، ما أشوف الله يرضى عنه، فالحاصل في هذا الباب هم يفعلون ذلك. وهو والله لا ينكر، والله لا ينكر، والله لا ينكر، ده أصل الاعتقاد، لكنه يخشى العوام. ولذلك أنا قلت كل مرجيحة وراها رافضي، كل مرجحة وراها جحافر رافضي، لكن القوم لا يفهمون. المتمطوح مرجحة، التائب من المرجحة. كمان يعني الراجل ده كان بيزول. لا إن شاء الله قبلت، إن شاء الله قبلت. أنا أقول في الصعيد أكثر الناس فيها شيعة ولا مش شيعة؟ شيعة في الصعيد؟ آه. وفي طريقة اسمها العزيمية أقرب الناس للشيعة. لا وفيها شيعة كثر، هو رافضي. حتى هم لا تسمي، هم متأثرون، يقول لك مثلا ما عنديش غير عندي غير معاوية، مش عارف اسمه سيدنا، وهتكتر هشتمه انت وهو. انا عارف هناك فيه في مدينة اسيوط انشأوا مكتبة كاملة ينشر فيها كتب الشيعة ويدرسوا فيها. عيب، انا قلت ولذلك منهم من قال لي اسكت هكذا، قلت ابناء عمومة لازم، أبناء عمومة لازم، ولن ترد مطوحجي إلا خلفه خلفه أيوة رافض. فأبيس فيه رافض؟ والله صعد المنبر وكان بيخطب الجمعة وطعن في أبي بكر بالتعريض ولم يقل محمد رسول الله وقال عليه صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أننا إيه؟ أننا سنقتل. ها؟ لا شهادة ماشي، لكن أنا أصلا أيضا الله مش هيسيبنا، لن يتركنا الله إلا في علاه. أننا تركنا مثل هذا الفكر يذهب. المهم أن هؤلاء كما قال ابن تيمية في هذا الباب، أن هؤلاء غلبوا الفنا، يعني هو خلاص عايشين بقى في الكشف والمتاهات والخزعبلات. فقالوا كل شيء في الكون محبوب لله إلا في علاه، يبقى ما في إنكار، ما في تفريق، وأن الكل مراد، ما دام الكل مراد فالكل محبوب. خلاصة المسألة عشان نصلي العصر والإخوة تاخد بعض الراحة وندخل على الأصول كده. انتهينا من الاحتجاج، رسالة احتجاج بالقدر فيها جزئية واحدة فقط، المحبة وافتراق الناس في المحبة. كنت أريد أتموها، لو أردتم بعد ما ترتاحوا أن أتموها الأمر إليكم، أردتم يعني غير ذلك أختم بأن أقول افهموا المسألة بأسرها في الافتراق في مسائل القدر. أهل السنة والجماعة
قد جمعوا بين العينين الجميلتين، عين الشرع وعين عين القدر. حين جاء القدر سلموا، حين جاء الشرع قالوا سمعنا وأطعنا وتعبدوا الله جل في علاه. القدرية غلبوا عين الشرع على الكون، فقالوا لم يخلق أفعال العباد وجعلوا العباد خالقين مع الله جل في علاه. الجبرية غلبوا الكون على الشرع، فلما غلبوا الكون على الشرع قالوا الكل أفعال العباد، حتى الأسباب لا تؤثر عندهم على التأصيل الفاسد الذي قالوه بأن كل موجود محبوب لله. وده أثمر لنا إيش؟ أثمر لنا الفظائع اللي بنسمعها. بيقول لك شوفوا المتخلفين بيقولوا أبو لهب ما حدش يقرأ هذه الصورة. ودي بقى أنا رأيتها وسمعتها بأذني، سمعتها بأذني، إن في قرية في الصعيد جماعة قبيلة اسمها قبيلة اللهبية ولا إيه؟ لهبة الهيبة، لهيبة اللهبية الهبلية، ما هي كلها هبل فهبل، قبيلة الهبل. طيب يقول لك ما بيقرأوش، ها تاكازم ده، بس حقيقة الأمر في النافع موجودة، ده موجودة أصلا، هو نفسه الحقيقة قال ذلك، قال تقرأ تبت يدا بلا هتحزن النبي. ولذلك يقولون في الأصل لا يعني أنت لما تؤذي الأحياء بإزاء الأموات قد أفضى إلى ما قدم. فأبو لهب أنا عندي آية صريحة، فلا يقرؤون هذه السورة. فهم كما قلت هؤلاء يقولون، وطبعا أصلا جلسوا في منضدة كبيرة والتفوا حولها كالغرابيب السود، هما غرابيب لكن مش سود، كالغرابيب السود يقولون وما المانع أن يرحم الله أبا لهب. جهل مركب وعطو في الغباء، وهذا تنقيص من الجبار، تنقيص من الجبار. قال ما يبدل القول ده وما أنا بظلام العبيد. وأيضا تعروا اللعن الحكمة، لو أدخل الله أبا لهب إلى الجنة تعرت المسألة في هذا الفعل عن الحكمة. إذ الحكمة وضع الشيء فيه، أبو لهب وين موضعه؟ ده قال للنبي تبا لك سائر هذا اليوم، فنزلت الصورة به. فيقولون المغفلون المتشددون المتغطرسون على كل بقى مدى، يقولون انت هتحجر واسع، مش رحمة ربنا وسعت كل شيء، انت جالس بقى هنا ايه؟ جالس والحصيرة ممدودة، انتوا هتحجروا كل شيء، ما ربنا يرحم، هو يعني هتحجروا رحمة ربنا على ابو لهب؟ يا عم ما يرحمه، ما شاء الله مش قال رحمتي وسعت كل شيء، مش ابو لهب شيء ولا مش شيء؟ كل ده تلبيس بقى، اسمه لغة ابليس في التلبيس على الملاحيس، لان كل واحد بيسمع لهم بهذا ملحوس، مش ما بيفهمش القران مش هيبدل، انتهى. فيقول وابو لهب معرض لان يرحم في هذا الباب. الصفه الثالثه بقى الفنا، اللي هم قالوا بقى كل شيء انتهى الموضوع، ده بقى فعل الله الحقيقي، وده المحبوب لله جل في علاه، ده المحبوب لله جل، ده بقى طلع علينا بقى، قال ام النبي في الجنه، ابو النبي في الجنه، عم النبي في الجنه، جد النبي في الجنه، كله هيخش الجنه. ليه؟ لان ما فيش ولا واحد فيهم ظلم نفسه بشيء اصلا. التأصيل اللي راجع هنا انتوا مش فاهمين، هم لو قالوا هذا الكلام الناس هتقوم عليهم، فهم بيغلفوها بالاحاديث الموضوعه، احيا الله ابا النبي وام النبي ودعاهما للاسلام فاسلما. والعباس يا رسول الله يا محمد عمك قال الكلمة التي أنت أردتها بحديث هالك، فأخذوا الحديث الموضوعة غلفوها، لكن هي المسألة مش في الأحاديث، هم ما بيفهموش أحاديث أصلا، هم أصلا على التأصيل الذي عندهم أن كل شيء في الكون مفعول لله. يعني أبو طالب ده ما كفرش، ده هو ده فعل الله أصلا، ده التأصيل. شوف التأصيل، أرأيت بقى عند خبايا القوم كيف تفهمون وكيف تفقهون تفقون جذور المسألة وين وصلة، جذور المسألة. والناس يقول لك ايه ده انت ليه بتخالف الناس دي؟ يا جماعة فهموا، دي اصول متباينة. يا عم الشيخ الذي قلت ان هم الاهل السنة والجماعة فينك؟ ابوس ايدك فينك يا عم؟ اسمع الله يهديك، اني اريدك واريد منك الخير واعلم انك على خير وعلى فضل، انتبه لا تخلط بعدم علم، تعلم وتكلم بعدما تتعلم، هذا افضل لك وافضل للأمة، مثلك لا تخسره الأمة. شوف الجذور المتباينة. هذه ختام الكلام على باب القدر، أرجو بإذن الله أن أكون لملمت شمل الأركان والفروع والأصول.
في أبواب القدر. يبقى المتعلق بالثمرة مسألة المحبة، إن أردتم بعد الصلاة بعد الراحة لكم نبدأ بها نبدأ، وإن أردتم أن نجعلها على الغد وندخل في القواعد الفقهية أو الأصول الفقه، لأن هذا التأصيل كما قلنا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. يبقى لنا المسائل بقى، الإخوة طلبوا الختام، ختام الكلام على المحبة. لكن قبلها أقول، طيب طالما القدر، احنا قلنا القدر لا يصح القدر أن يكون حجة للعاصي، وهذه تكلمنا عنها، هل فيها إخوة يحتاجون الكلام عليها يعني مرة ثانية، ولا قد أشبعنا فيها القول؟ أرى أننا أشبعنا فيها القول، أنا بحدث نفسي صح؟ أشبعنا فيها القول ولا لا؟ احنا كلامنا بكثره ووفره على ان القدر ليس حجه للعاصي، بل القدر حجه ليه. لا ممتاز ممتاز، ما دي لازمه. لا، القدر حجه لمن اجتهد. قلنا القدر موجب للاجتهاد، وصدرنا بكلام ابي بكر الصديق رضي الله عنه، قال والله ما ازددت اجتهادا الا بعد ان اطلعت على، لانه قال ايش؟ اعملوا فكل ميسر. هو قال الامر فيما مضى وقضى وانقضى، ولا الامر فيما يستقبل؟ قال الامر فيما مضى وانقضى. قال ففيما العمل؟ قال لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فان وجدت نفسك فتح الله لك طريقا وانت تسرع فيه اسراعا في هذا الباب، فاعلم ان الله اختارك لهذا الطريق، اصطفاك لهذا الطريق، فعض عليه بايش؟ بالنوازل. ولذلك قال عمر الخطاب من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنوارز. إذن الله اختاره واصطفاه لها، اصطفاه لهذا الطريق، فلا ينازعه أحد في هذا الطريق. وليكن أو هو نفسه يقف ويقول إني لله ويسير، سيجد كل الأبواب مفتحة. قال بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فذرد نفسك كما قلت، إن وردت نفسك الله تعالى يفتح لك كل باب وأنت تسرع فيه، تسرع ولا تتوقف، إذن استفاق الله واختارك لهذا المقام. هذه المسألة تكلمنا عليها، هل تريدون الإعادة؟ طيب أقول يا أنفع شيء في القدر للإنسان حينما ينظر للقدر حين الطاعة، وهذا فعل أهل السنة والجماعة. أنفع شيء للمكلف أن ينظر للقدر حين الطاعة. لما؟ لأنه عندما يجد نفسه قائما بالليل، صائما بالنهار، متصدقا، لابد، هو بشر، احنا بشر، سيأتيه العجب، سيركب موجة الكبر، يعني هناك المهالك التي تحيط به إذا قام بالطاعات، بل وقام بالطاعات إيش يعني إذا قام بالطاعات وإذا استدام عليه، يخشى على نفسه ويخشى على قلبي. وبعدين أيضا الله يبتليه بأمور أخرى، ممدحة من هنا وممدحة من هنا وإشارة إلى فضلي من هنا، يعني كل هذا يكون الإنسان في سبب للمهلكة، لأن الكبر مهلكة كما تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته يعذب الله ولا يبالي سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قال لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا على طالب مغرور، قال والغرور سلم الكبر، أنتم تتهمونه بالكبر، إذن لا يكون عالما ولا طالبا للعلم، وكيف يعطي الله جل في علاه اللؤلؤ الثمينة لمن يتكبر على فضله ونعمائه. أنتم جهلة، نظرتم نظرا يعني فيه جهل. لكن إيش اللي يتعب القوم؟ أن أنت تقول هذا واعظ وهذا عالم، يا جماعة الخير ده واعظ، هل هذه كبر أن أقول لك هذا واعظ لا ترجع إليه في عوض المسائل؟ أقول لك هذا ممكن يكون راسخ في كذا غير راسخ في كذا، عنده علم. نعم شيء، نعم جزاك الله خير، أمرنا أن ننزل ناس منازلهم، فهم يحسبون أن هذا غرور، فاهم، وأن هذا كبر. التمايز لما تنزل ناس منازلهم هم أصالة يحسبون أن هذا غرور، وهذه مشكلة كبيرة، جهل عام في الأمة، لأنه ما فيش انتصاح في الداخل. المسألة مسألة أهواء تتحكم. عامة عند الطاعات وجب شهود القدر، لما؟ لأنك تتعبد له بالأولية. لولا الله ما صليت، لولا الله ما وفقت للصيام، لولا الله ما قرأت القرآن، لولا الله ما جعلك الله تعالى في صف
في صف الذين يسيرون على منهج الله جل في علاه. فأنت تتذكر ذهابا وإيابا قول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت هنا تعلم أنه كلما أتاك ما أتاك من الممادح من الناس، كلما قلبك مال ميلا تقول: ليس الأمر بي، ليس الأمر بي، أنا بالله ولله وفي الله ومع الله فقط، ما بي من شيء ولا أستطيع شيء. أنت أصلا لابد في كل حين وآن تقول بلسان القال ولسان الحال: والفقر وصف لي ذاتي، والغنى وصف لك ذاتي. وأنفع ما ينفعك في ضبط هذه المسألة: والفقر وصف لذاتي، والغنى وصف لك ذاتي، هو وش الأنفع؟ محمد حمد ما يا خلاص، النظر لأولية الله في الأولى. أنفع شيء يجعلك تقول بلسان حال ولسان مقال: والفقر وصف لذاتي، والغنى وصف له ذاتي. هي بعيدة، لأن الانتزاع منها أيضا ملفوف. ممتاز، بركة. هو مش فاهم أي حاجة ودخل ده منازلت. أنا بقول الولد ده عاوز في حاجة جوه، لكن بره ما فيش، ما عندوش أي حاجة. ده هيجنني. واو أحمد سنة وعد يقول لي: لا يا راجل. قلت له: يا ابني ده متخلف، مرة يطلع مرة ينزل. بص هي مساء كلها فيضات، هي هذه. ها نعم، لكن هي أصلا الذي يجعلني أقول بهذا الكلام ودموعي تنزل، أنني كل ما تركني نفسي وش فعلت؟ زللت. كل ما تركني ونفس سحب التوفيق أضيع. كل ما تركني لنفسي وأنا في المهلكة وأنا في المعصية وأنا في التعدي وأنا في التجاوز، ثم إذا شملني بعنايتي ورعايتي رفعني. لذلك قلت: والفقر لي وصف ذاتي. أنا فقير جدا إلى ربي جل في علاه، عاجز ضعيف متعدي عاصي، فيها ما فيها من الخبث وما استسر من التجاوز والتعدي حتى والتكبر. ولولا فضل الله جل في علاه وضبط ذلك في نفسي لما نجوت. فهنا هيجعلني أنطلق وأقول: والفقر وصف لي ذاتي، إن تركتني فلا نجات، إن تركتني فلا نجات، وإلا تصرف عني كدو الناس ولهن أكمل الجاهلي. قال: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحم. المسألة بأسرها عند الله. فأخذ بقى إلى أعظم الخلق قدرا وسيد الأولين والآخرين: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فشوف هنا أصل أصيل بأن تقول: والفقر وصف لذاتي، والغنى وصف له ذاتي. وهذا ينفعك جدا على أنك لا تدلي بعملك إلى الله على الله جل فعلا. مهما كنت صائما قائما متصدقا مجاهدا، لا يمكن أن تدلي بعملك على الله جل في علاه. ولا تمنن تستكثر. ليش بقى؟ لأنه الغنى له وصف ذاتي. والأصل أن تقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، ها ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيء. والغنى وصف له ذاتي. فإذن أنفع ما يكون لك عند الطاعة أن تشهد الأولية، أن تغلب القدر، تغلب عين القبر. أول ما تسلم: اللهم لك الحمد، والله لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا. وهذا الذي تبرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا. وإن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، هذا الذي علينا، أبينا التوفيق من الله جل وعلا. لذلك هنا يصح لنا أن نستحضر: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لك أن تستحضر آية أخرى على نفس المنوال سرعة. اطلع هتأتي، ماشي تفضل. ممتاز، الآية اللي أنا أريدها غير هذه، ممتاز. هو ما هي حقيقة، أنتم أتيتم بآيات جيدة في الباب، لكن الأصيل في هذا الباب وش تفعل؟ قل وما النصر إلا، شوف الأسباب هو خلاص.
إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هو لما قال بقى يعني على الملائكة المردفين قال وما جعل الله إلا بشر ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. ده أعظم الشهود والغنى وصف الله ذاتي. هذا يضبط لك كل شيء وأنت في بوابة القدر لتعلم كيف تتعبد الله جل في علا مسرعا إليه غير مدلي بطاعتك على الله جل في علا. هذه مسائل من أعظم ما تكون تأصيلا في قلب الإنسان بنا للمعاني الإيمانية بأبواب القدر. إذا أنفع ما يكون الإنسان أن يشهد القدر عند الطاعة وأن يشهد الشرع عند المعصية. اسمه التطبيق العملي للعينين، عين الكون وعين الشرع. فعين الكون هنا عند الطاعة وجبت، وعين الشرع عند المعصية وجبت، وعند عين المعصية هنا عين الشرع عند المعصية ستقول قد أمر ربي ونهى ووجب علي السمع والطاعة، ربي إني تعديت واستطلت فاغفر. فهذا يساعدك على أمرين، يساعدك في الابتداء ويساعدك في الانتهاء. يعني إيش؟ يساعدك في الابتداء إن هممت فأنت ترى بعين الشرع إن الجبار قد أمر، وأنت تعلم أنه إن غضب تتزلزل السماء، وغضب الله جل في علاه لا يطيقه أحد فتنتهي. وإذا وقعت، وهذا كله فينا ونحن نقع ونزل ونتعدى ونستطيل، فإذا وقعت وشاهدت بعين الشرع فعندك الآن أنت عاصي، فشاهدت بعين الشرع الأمر والنهي وأنك تجاوزت، لك أن تستدعي القدر بشرط أن تكون سريع الفيئة والأوبة، ولا يساعدك إلا بالعينين. إحنا قلنا عين القدر عند الطاعة، عين الشرع عند المعصية. طب أنا انتهيت وتوغلت كحالي، توغلت في المعصية، ينفعني جدا أن أستدعي مع الشرع القدر. فإذا اجتمع فإنني أسرع الفيئة والتوبة والأوبة. لما؟ لأمرين، أخشى من قولي كل ميسر لما خلق له أكون أنا منهم، لا وعندي في ذلك الأسوة. عمر عندما طاف وبكى وقال اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقية فامحوها، لا اللهم إن كنت قد كتبتني عاصيا فامحوها واجعلني طائعا. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكبر. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكبر. فأقول أنت الآن تستدعي كل ميسر لما خلق له أكون أنا من أهلها. فإن وجدت أن الله ألهمك توبة وألهمك طاعة بعدها سارعت فيها، اعلم أنك لست من أهلها، ولكنه يعني يضبط عندك أمورا حتى لا تتعالى وتستطيل، حتى لا تهلك، أو أن له حكم أخرى في هذا الباب، لأن المقدر لابد أن يقع. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. كل ابن آدم خطأ وآخر الخطأين التوابون. فلذلك يقول أن فضيلة وقوع المعصية أو وقوع الفاضل في المعصية فضيلة ذلك التبع اللي هي الثمرة التي يحبها الله. فنحن لو نظرنا سنجد أن الله يبغضني على معصيتي. شو بقى الفرق بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة؟ أنا ما أدري الذي قال، أنا سيطيش عقلي في الذي قال أنه من أهل السنة والجماعة. شوف المباينة في قول واحد تعرفونه، في أحد يعرف القول بدون فهلوة؟ القول قالوا عمر بن الخطاب محبوب، يعني عند حضرتك صح كده، قالوا عمر بن الخطاب محبوب لله في كفره وفي إسلامه. لا، أخطأتم خطأ فحشا، ليس محبوبا عند الكفر، بل مبغوضا لله جل وعلا عند الكفر، وإن الله يبغض الكفر. فهنا عندما تستدعي العينين فأنت في المعصية مبغوض، لست محبوبا، لكن الله تعالى يحب تبع ذلك. وش تبع ذلك؟ إنه كان أوابا، أن تكون أوابا. ولذلك أفضل الناس أسرعهم فيئة، وأعظم الناس ثباتا أسرعهم توبة، وهذه محبوبة. وانظر بقى التوبة كيف تكون محبوبة لله، أفرح بتوبة العبد من رجل ذهبت عنه راحلته، خلاص الهلك، هو منتظر الهلاك والموت، فاستظل بظل شجرة ينام حتى يموت، فاستيقظ وجد الراحلة أمامه، من شدة الفرح اندهش، في دهشة أصابته. وش قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك.
قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك والله تعالى قد غفر له ذلك. يعني ذهب عقله من شدة الفرح على ما رأى. الله تعالى أراد أن يمثل لنا بما نفهم على، تعلمون أن بين الله وبين العباد قياس، توافقون أم تخالفون فتناقشون، قولوا لا قولوا 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 بالتفصيل. صح نعم التفصيل قياس الأولى، قياس العموم وشمول الله، قياس الأولى قياس الأولى. طب شوف فرحة العبد كانت كيف، من شدة الفرحة أخطف فقال أنت عبدي وأنا، فالله أشد فرحا لأنت. هنا يبين لك المعنى الذي يسري في روحك لتعلم كيف فرحة ربك وأنت تتوب. يا رب توب علينا، يا رب توب علينا، يا رب توب علينا. نحن نأخذ بأسباب الفرح رغما عن هؤلاء الذين لا يفقهون، نحن الآن نأخذ بأسباب فرح الله. اللهم توب علينا، اللهم توب علينا، اللهم توب علينا. يفرح الله بالعبد إذا تاب وصارع بالتوبة. طبعا هذا الفرح له لازم، وش اللازم؟ اللازم إيش؟ ما اللازم؟ التوبة، المغفرة، اللازم عطاء، حسنات، توفيق، تسديد، هذا اللازم. ونحن لا ننفي اللازم. أنتم ما عندكم عقل، ليش؟ أنتم أثبتتم لازما دون أصله، لأن اللازم فرع والصفة أصل. نفيتوا الصفة اللي هي الأصل وولدتلنا إيش؟ الفرع. كرجل قال بقرة جميلة ولدت من غير بقر، فهم كيف؟ أتانا بقرة جميلة في أمها فين يا بحشة ترضعها نريد أم، قال لك ما فيش وما لهاش أم، طلعت لنا كده من الصخرة. طبعا ما فيش معجزة، مش معجزة صالح، مش موجودة عندنا. فنحن نقول له أنت إيه؟ مخبول، لأنك أثبتت فرعا دون أن تثبت له أصلا. أما نحن أسعد الناس، قد أثبتنا الأصل وأثبتنا إيش؟ لازمه الفرع، لازمه. فلازم المحبة إعطاء الثواب كما سيأتي. فلذلك تنظر بالعينين فتكون أسرع الناس توبة وفيئة إلى الله جل في علاه، فتركن إلى أن تحتج بالقدر على المعصية. وهذه حالة خاصة، وهي احتجاج بالقدر على أصول الدين. هات يعني قاربت وقد قدرها الله علي ولا مفر، لأنه ماذا فعل؟ يعني قد انحاز عن الخطورة، وهو أن يغلب عين الكون على عين الشر. يبقى أنفع شيء للإنسان كما قلنا في الطاعة القدر، أنفع شيء في المعصية الشرع، ثم تستجلب القدر بعد ذلك إن كنت سريع التوبة. بل القدر سيجعلك سريع التوبة وسريع الفئة. إخوتي الكرام، المحبة وعلاقتها بالقدر لأنها من الأهمية بمكان. وإن قلنا المحبة هي يعني ميل القلب كما يقولون، بل قال أهل اللغة أصلها من الصفا، لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارت ذلك حبب الأسنان. فكأننا نفسر باللازم، لأن المحبة والود قرينان مع الرقة، مع الرقة والرحمة، ولا يتأتى ذلك إلا من صفاء القلب. رأيت كله يدور على الداخل، كله يدور مقدار الاصطفاء حتى النبوة على الداخل، على الداخل، كلها على الداخل. فلذلك قالوا المحبة فيها نوع صفاء، فيها الود والرحمة والرأفة. المحبة تميل القلب من الحب، استعير لحبة القلب ثم اشتق من الحب لأنه أصابها ورسخ فيها. المحبة اصطلاحا هي صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة، علمنا معناها، وهي من صفات الأفعال. وصفات الأفعال ضابطها أنها تتعلق بالأسباب، ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة. طيب وش علاقة المحبة بالقدر هنا؟ قلنا تعالى أما قلنا لكم الأشاعرة يقولون عمر كان محبوبا لله كافرا ومسلما، لأنهم ما عندهمش أصلا مسألة هذه صورة تتعلق بالأسباب، لأن تتعلق بالأسباب يبقى حوادث، وهنبين افتراق الناس في هذا الباب. هي صفة متعلقة بالمشيئة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السنة. بل في الصفات الاختيارية بالذات لابد أن تقول هناك مدارك أحكام الأدلة عليها أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، وأيضا العقل. بل وممكن تزيد الفطرة، ممكن تزيد الفطرة. فصفة المحبة ثابتة لا جل فعلا، ومن الصفات الاختيارية، تتعلق بالأسباب، تتعلق بالمشيئة. يا أستاذ ما معنى تتعلق بالأسباب؟
وتتعلق بالمشيئة؟ قال الأستاذ تتعلق بالأسباب، أنها لا تتوارد إلا بوجود السبب، لا تتوارد إلا بوجود السبب. يا أستاذ تريدني أفهم أنه طارة يوصف بها وطارة لا يوصف بها؟ قلت نعم. على حيث هذه من الحوادث؟ قلت لا، لأنك لم تفقه ولم يعني تتقن أصول أهل السلف، فإنها قديمة النوع حادثة الأحاد. لا نقول اكتسبها، ونقول متصف بها قبل أن يخلق الخلق الذين يحبوه، قبل أن يخلق الملائكة ويحبوه، فهو متصف بها أزلا، فهي قديمة النوع حد لم يكتسبها. وطبعا ده أصلا إيش؟ احتراز، لأننا لو قلنا قول الكرامية على الاكتساب ما معناه هذا؟ قبل، طب لما اكتسبها كانت إيش؟ صفة إيه؟ احنا بنتكلم صفة إيش؟ كمال. طب يبقى قبل أن يكتسبها استغفر، لا يبقى إذا في نقص. شوف شوف هي هذا هو. لكن لابد أن تعلم، ما تحسبن أن ابن تيمية لما يقول على الكلام هي قديمة النوع أفراد ويكون خاص بالكلام؟ كل الصفات الاختيارية على نفس النمط، على نفس الوزن، قديمة النوع حادثة الآحاد والأفراد، لكنها تتعلق بالأسباب، لأن الله لا يحب كل الخلق، الله أبدا. أنت شوف حتى عقلا، أنت تحب النبيل، تحب الرقيق، تبغض الفاسق الفاجر الظالم الطاغي، هذا في الإنسان، وهذا في الإنسان اسمه كمال. فإن كان كمالا فالله، يعني إذا كنت أصف عبد بالكمال لأنه أحب أبغض من أجل أسباب، فلأن أصف الله بذلك من باب إيش؟ من باب أولى. فالفعال فيها كمال، فنقول صفة الكمال، صفة المحبة تتعلق بالأسباب، وجدت الأسباب وجدت المحبة، انتفت الأسباب لا تتواجد المحبة. الله يحب المتطهرين، وجد منك التطهر فأنت في هذه الحال إيش؟ محبوب إلى الله جل في علاه. وهذا بقى الذي قال علماؤنا، من منا كلما توضأ استحضر مثل هذا، يقول في الحين أنا محبوب لله جل في علاه. أنت بتستدعي المحبة، والإثبات هذا عقيدة السلف، مش التأويل والتهبيش والتحريف. يعني أبو رزين يضحك عليه السلام، يقول له يعني أو يضحك ربنا، قال يضحك ربنا، قال ما قال له كيف يضحك وفي أسنان وفي لسان وفي لهات، لا، أو يضحك ربنا، قال يضحك ربنا، قال ما الذي يضحك الرب؟ ده دخل في العمق، دخل في العمق. يبقى يضحك أمنتوا الآن، أنا أريد السبب اللي أنا أضحك به الله. طبعا ده لو سمعونا اعتر رقبان ده كده، بص شوف المجسم ابن المجسمة ده، طبعا الراجل بعث اهو الشيخ شاهد، مش بعت لك قال لك اكفر اهل الارض محمد عزيز غفار، بعد بعت له قال له اكفر اهل الارض او اكفر اهل الارض محمد عزيز، ده مجسم. فهو لو سمع، انا اقول لك بقى الان خذ باسباب ان يضحك الله لك وان يلقاك يوم القيامة ضحكة، فان لقيك ضحكا فأنت من أهل الجنان، فأنت من أهل الجنان. لذلك بقى شوف أبو رزين وش فعل. الفقه هنا في التطبيق، في التمرس، أنا هذه الصفة سأتعبد بها. هؤلاء القوم لا يفقهون ولا أسماء ولا صفات، كيف يتعبدون الله؟ ما يعني واحد ده لما يجلس ما لا يمكن أن يفكر أنه ستقع عينه وينظر بعينيه وجه الله سبحانه وتعالى اللي هو أنعم النعيم في الجنة. إذا خسر كل الإيمان، كل شيء خسر. فقال له أو يضحك ربنا، قال نعم، قال ما الذي يضحك الرب؟ اديني سبب عشان أخذ به ليضحك الله لي. كل إنسان يتعبد بكده. أنا أقول لإخوة ما تفعلون ذلك، فإذا توضأ يقول تمهل في الوضوء وأعطيه حقه وأسبغ، فإنك في هذه الحال محبوب للرحمن، إن الله يحب التوابين ويحبه. كله بيخش يتوضأ، كل الإخوة تدخل تتوضى الآن وتنتوي هذه النية. أنا بتكلم بحق، تبادلوا، كل واحد ينتوي أنه يفعل ذلك لأن يكون محبوبا لله. أسرع يا ابن أسرع، هذه حقيقة الأمر، أنت إن علمت خيرا فأسرع إليه، فإن أسرعت إليه فزت. وأنت بهذا إن كنت بتقول أنا أريد أن أكون محبوبا لله، قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، لما نضيع على أنفسنا مثل هذه الخيرات؟ لما؟ فإذا هي صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة، هي متعلقة بالأسباب، هي متعلقة بالمشيئة. والمعنى إن شاء أحب وإن شاء كره، لا يحب
ولذلك الله وصف أوصافا للذين يحبهم الله. ها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. فكن محسنا، فكن متقيا، فكن محبوبا لله جل في علاه. انظر بقى هنا، فقال لما قال ده في الضحك في هذا الباب. فإذا هي صفة تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالأسباب، بينت ذلك، وهي من الصفات الاختيارية قديمة النوع، حادثة الأحاد، حتى لا يقول هي حادث، والحادث يكون الله محل الحوادث، يكون حادثا على التخريف الذي يعيشون فيه فلسفة يعني قد صدتهم عن الله جل في علاه، وعن صفات الله جل في علاه. ثبتت هذه الصفة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني، ذات المحبة لله جل في علاه. وإنها نقول لهم: أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله؟ أنتم أعلم أم الصحابة؟ كل هؤلاء أثبتوا صفة المحبة، لما أولتوها إلى سنبين انحراف الناس. احنا عايزين بقى تمسح ديت، انحراف الناس في هذا الباب، افتراق الناس في هذا الباب. اللي بيحافظ على الوضوء، نعم، لانه قال لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، لكن هو يستحضر كلما يتوضا، يستحضر ان الله انه في هذا الحين الله يحبه، ولا بد ان يكون ايش، يعني يكون مستمرا. المساله تكون مستمر كلما تتوضا وتكون مستمرا على الوضوء، يا حبذا لو صليت بعده، تكون من اقرب الناس ومن احب الناس الى الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وقال الله تعالى: والله يحب المحسنين. يعني انا ما اتصور لو كان المساله على الاراده كما اولها الاشاعره، فنقول لما لم يقل الله جل في علاه والله يريد المحسنين؟ لما لم يقل الله جل في علاه ذلك؟ وانا طبعا ده هي الاراده عليهم، احنا بنقول طب انت الاراده، انت لما لم تصف المحبه؟ قال: المحبه ميل القلب. قلنا: ما هي الاراده ميل ايضا، الذي يريد يدفع عن نفسه الضر ويجلب لنفسه ايش، اراد ان يدفع الضر يبقى مايله الان. يعني هذه بتلك حزوه، هذه بحزوه تلك، فهذه حجه عليك، ما اثبتت صار حجه عليك فيما نفيت. والقول في بعض الصفات كالقول في الايش، في البعض الاخر، وتكون حجه عليهم في هذا الباب. وانا ما وجدت مبتدعا الا اخذت ما يحتج بي ورددت عليه فكان، كما قال ابن تيميه في هذا الباب. هذه هي. قال الله تعالى: واقسطوا ان الله يحب المقسطين. قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. وايضا قال تعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: والله يحب الصابرين. وقد قال الله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وطبعا علامة المحبة تمسك بالسنة. لما أنا يأتيني رجل يقول لي ثلثي الأحاديث لا أعمل بها، هل ده محبوب لله جل في علاه؟ الآية موجودة، والآية علامة. قال: قل إن كنتم تحبون الله، يبقى علامة محبة الله هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. صرت على خلاف الطريق لست محبوبا. أنا أعطيك أمارة في نفسك، لما تطلع أيها المخبول التافه المفتون المأفون، تطلع أصلا ترد على البخاري وترد على مسلم وترد لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقدم على القدم وأنت كالغول والتافه، فأنا أقول كيف يكون لك وزنا عند الله جل في علاه، أو كيف يكون لك وزن عند الله جل في علاه؟ لا وزن لك، لا وزن لك عند الله جل في علاه، لأن الله جعل علامة محبته اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث أخونا هشام ذكرنا بضعف الإسناد، وإن كان بعض يقول بالحسن، وهو: من أحيا سنتي فقد أحبني. جعل علامة المحبة إحياء السنة، وطبعا هذا يشهد له كثير من الآثار، وده رواه الطبراني: من أحبني فقد من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. علامة قبولك اتباع السنة، علامة محبة الله لك اتباع السنة، علامة مكانتك اتباع السنة، نجاتك في اتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فشرط شرطا جازما المحبة لا تكون لك إلا إذا كنت متبع. كل مبتدع ضال بعيد عن الله جل في علاه. وطبعا المسألة بنسب متفاوت، كلما تمسكت
قدر ما تتمسك به من السنة تكون محبوبا لله جل في علاه. قد ما تبتدع في دين الله جل في علاه، لأن البدعة عقوبتها إزالة السنة. لأن ورد طبعا في الإبان بن بطة وإحنا بنشرحه أتى بالأثر المرعب، قال ما من قوم ابتدعوا بدعة إلا أزال الله عنهم السنة، هو الله الذي يزيل عنهم السنة. وابن حزم قال في المحلى قال ما ظهرت بدعة قط إلا وأذهبت سنة. عقاب عقاب الله جل في علاه العباد. فعلامة قبولك هو السنة، وأيضا منها رقة القلب رحمة وتوكلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى يا الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب المحبة في الوسط صفة ثابتة لله جل في علاه. الرسمة دي مهمة جدا، تصورها العلم، تصور الإسناد، تصور الفقه، تصور استخراج الفروع على الأصول، كله تصور. أنا لا أرتاح إذا تكلمت مع أحد صراحة إلا أن أتصوره كيف هو وأنا أكلمه حقيقة. لا تقل هذا مرض، لا هذا أصلا توغل في 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 إيقاع المغيب محسوسا. الصفة ثابتة لا هي صفة فعلية، صفة ثابتة لا جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع السنة وبالعقل كما سنبين. المحبة افترق فيها الناس ثلاثة إلى ثلاثة كما والمحبة طبعا كما قلنا في القدر على مسألة أن الله يحب غير ما يشاء. قد يريد الله، يشاء الله ما لا يحبه. علاقتها بالقدر أن المحبوب لله جل في علاه الموافق لأمره ونهي، موافق للشرع. أما القدر قد يقدره الله جل وعلا ولا يحبه، فقد قدر كفر أبي لهب، قد قدر كفر أبي جهل، لا يحب الله ولا يرضى لعباده الكفر. هنا افترق الناس في المحبة. نعم طبعا أهل السنة والجماعة اجعلهم في الوسط. نعم هناك من نفى المحبة كلية، لا يستطيع أن يثبتها. وهؤلاء هم المتكلمون. وأول من أنكرها الجعد بن درهم، أول من أنكرها هو الجعد بن درهم. وهؤلاء ينفون صفات الله الاختيارية كلية، زعم الجعد بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليمة. والخلة نوع مودة، هي أعلى درجات المودة. ولذلك خالد القصري قال ضحوا أيها الناس، ضحوا عباد الله، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل على المنبر فضحى برقبته، ولا نعم الضحية. والله رجل أسد السنة، ولا نعم الضحية. الثاني الأشاعرة يؤولون الصفة مع اضطراب عظيم عندهم في تأويل الصفة. يعني احنا عندنا انت دول 400 واحد. الثالث المعتزله، المعتزله بجانب المعتزله والجهميه. قالوا ان الله لا يحب ولا يحب،
ولا يحب. نشوف ده دول بهايم، دول أقل من البهايم. بس هنشرحهم بعد كده، ده الختام. أهل السنة والجماعة نزل بقى سهم طويل. يثبتون محبة تليق بجلال الله وكمال الله على أصل التقعيد القرآني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون فإن الله يحب ويحب، وليس الشأن في أن يحب. يحب لإيش؟ لجبروته، لقوته، لكبريائه، لعظمته، لجماله، لإحسانه الذي غمرك به. الشأن كل الشأن أن يحب الرب، يحب الرب العبد. الشأن كل الشأن أن يحب الرب العبد، ولمحبته علامات. اللهم اجعلنا محبوبين لك يا رب العالمين. نرجع إلى الأدلة على إثبات المحبة، وهذه الأدلة أنا أسردها لما لتعلموا الأسباب التي ترتقي بكم إلى محبة الرحمن فتفعلوا. قال الله تعالى إن الذين يقاتلون في إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كيف نحقق هذه؟ نعم، مش طلب العلم فقط، بقى اتحاد المسلمين. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. لابد، والراية التي نلتف حولها هي راية السنة، حزبية مقيتة، طائفية يعني مميتة، أشخاص تعظم دون الله ودون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من البدع الضلالات، ولا يمكن أن تنتفع الأمة بأمثال هؤلاء. يبقى يحب أن يراكم صفا، أن تكونوا صفا حقا بإزالة كل الأسباب التي تعيق إلى الألفة وتقوية أواصر المحبة والاتحاد. أنا لا أدري كيف الإخوة وإن تباعدت الأبدان كيف تتباعد القلوب. المفروض التآلف، أنا ما أدري والله. أنا يعني يعلم الله جل وعلا من يمانع أن أذهب إلى جميع عقب اليد كل واحد منهم ليرتضي أن نكون صفا واحد. لكن طبعا المسألة على أن في راية مرفوعة ننضوي تحتها، مش كل واحد له راية. يا راية السنة المرفوعة كله ينضوي تحتها، الكل ينضوي تحتها. لعل الله يفعل ذلك بنا وهو أرحم الراحمين. وإلا التشرذم علامة على غضب الله جل في علاه. ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قال تطاوع ولا تختلف. لذلك نزل أبو عبيدة لعمرو بن العاص اللي هو من 3 أشهر بس قد أسلم، لما قال له لا أنت جئت علي وأنا الأمير، وهو كان داخل يصلي أبو عبيدة طبعا مبشر بالجنة، قال نعم قد قال المسلم تطوع ولا تختلف، فتفضل أنت الأمير صلي بالناس. خالد بن الوليد عمر الخطاب يعني ما فعل ما لم يفعله النبي ولم يفعله أبو بكر، وقد أخطأ وتراجع وبكى بعد ذلك، لكن لما فعل اختبر الله عمر واختبر الله خالد. خالد نزل وقال قد مات خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس أو أحب رجلين إلي، وقد استخلف عمر وإنه نحاني وإني جند من جنود الله جل في علاه. في المقدمة في الساقة، في الساقة هذا المحبوب لله جل في علاه، لأن قلبه تعلق بمن فوق العرش إخلاصا. لا يرتقي أحد إلا بهذا، لا يرتقي أحد عند الله إلا بذلك. ولذلك قال الله جل في علاه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وهذه الود نوع من أنواع الإيه؟ المحبة. الود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله الرحمن ود. الود هو نوع من أنواع المحبة. وأما السنة فكثير، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهذه دلالة بتنادي على الروافض بالنفاق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. حديث عظيم جدا في إثبات المحبة والمسارعة من الصحابة في
في السمع والطاعة، والآخر ده دخل وقال لك إن المسألة خلافية خلاف الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعطينا الرأي، تعرفون الضنك الشديد الذي وقع عليهم باستعصاء استعصت خيبر عليه، فقال لو أعطينا الرأي غدا رجلا وش قال يحب أزمة المأشوء أزمه ردا على الجامعة كاملة، يحب ويحب، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يكتب الله النصر على يديه. انظر بقى للصحابة، لا اعتراض بل قابلوا. فجاء عمر قال والله ما اشرأبت عنقي للإمارة قط إلا في هذا اليوم، والله ما اشرأبت عنقي قط للإمارة إلا في هذا اليوم، لأن النبي جزم بأن الله يحبه ورسوله وأنه يحب الله إخلاصا لله، يحب الله ورسوله. فشوف هنا أثر ثمرة على إثبات الصفة لله جل في علاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال إن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحب. ولذلك للمسلم كما ورد في الحديث الصحيح صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، صيت السماء مرتبط بصيت الأرض، يتبادلان، صيت السماء مرتبط بصيت الأرض. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. وعن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، وين الشاهد؟ فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وين الشاهد هنا؟ أحب هو أحب يعني يحب، يعني معنى ذلك أيضا في تفاوت، إيش تفاوت نسب في المحب، كما أن القرآن فيه تفاوت، كل القرآن عظيم لكن هناك آيات أعظم من آيات. قال يا أبي ما أعظم آية معك، يبقى عظيم وأعظم تتفاوت، حتى شوف القرآن كله صفة الله لكن آياته تتفاوت في العظمة، كله عظيم لكن هناك إيش أعظم، كما قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه، فان اردت ان تكون محبوبا لله جل وعلا فكن عفوا، كن محبا للعفو وكن عفوا. واجمعت الصحابه الكرام على اثبات صفه المحبه لله جل في علا. طبعا انا لست بصدد التعبد بها، انا اريد اختم الباب، يعني ثمرة المحبة ثمرة أعظم مما تكون. لذلك كلما الرصيد ينزل من الإنسان لابد أن يعلو بشيء من الحسنات والصالحات، لأن العبد المحبوب لله جل في علاه يرتقي ولا ينزل. قد قال علماؤنا المحبة قسمان، محبة هي أصل، ومحبوبية هي كمال، هي كمال، درجتان في المحبة. لا يرتقي المكلف إلى الدرجة الثانية إلا بالدرجة الأولى. فالمحبة أن تأتي بالفرائض وتنتهي عن المحرمات، هذه درجة المحبة اللي هي أصل المحبة. لأن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال وخمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا فقال والله لا أزيد ولا أنقص. يبقى رجل أتى بالواجبات وانتهى على المحرمات، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى من عدى لي ولي فقد أذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما، يبقى إذن الفروض أحب هي من أحب الطاعات إلى الله جل في علاه. فهو يرتقي لهذه الدرجة فقط بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، يعني يكون وليا، نعم يكون وليا من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقط خمس صلوات مع الاتيان بالواجبات والانتهاء المحرمات. طب ما هو سيذل يا عم الشيخ، وكل انسان قرين المعصيه، قلنا نعم يرزق ايش؟ التوبه، لكن على النظم الاصيل في القاعده الكليه اتى بالواجبات وانتهى المحرمات فهو ولي من اولياء الله الصالحين، هو ولي من اولياء الله الصالحين. وان استمر على ذلك ومات على ذلك فهو من اهل الجنان من اول وهله. قال افلح ان صدق، وفي الرواية طبعا أفلح أبي وهذه شاذة، وقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، وهذه درجة المحبة. ثم ارتقاء إلى درجة المحبوبية، اللهم ارزقناها يا رب العالمين.
اللهم ارزقناها، اللهم ارزقناها جميعا مع طلبة العلم هؤلاء الوجوه الطيبة النيرة هذه، اللهم ارزقناها يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقناها يا رب العالمين. قال ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه، هذه درجة محبوبية. والفرق بينها وبين هذه، الفرق بين هذه وبين تلك، أن هذه المحبوبية الدرجة التي إذا ارتقى إليها العبد لا ينزل منها، لا يسقط عنها. طبعا لا يسقط عنها لابد من إشكالات واحتمالات تعتريها، لأننا قلنا الإنسان قرينه المعصية، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كل ابن آدم خطاء. قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما من أحد إلا قد أخطأ وهم بخطيئة، فالإنسان قرين معصية. نقول نعم هو قرين معصية، لكن انظر إلى التوفيق والتسديد. قال ولا زال عبدي يتقرب إليها بالنوافل، وهذه علامة ارتقاء هذه المنزلة. أنت كاشف لنفسك الآن، تكشف على نفسك مكانتك عنده وفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى، يبقى هنا درجة محبوبية علامتها إيش؟ النوافل، كثرة النوافل. قال حتى أحبه، والدلالة فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به واصل الذي يوصل. طبعا هذا ليس فيه حلول الاتحاد، بل المعنى شيخ محمد كيف أخبارك، بل المعنى إيش؟ الرواية الأخرى، لأن البخاري قعد لنا قاعدة أن الحديث تفسيره بإيش؟ بالحديث. هو ناقل الشرع والذي ينقل لنا البيان، ده هو بيان للقرآن. فقال فبي يسمع، فبي يبصر، يعني أنا الذي أوفقه على السماع وعلى البصر وعلى السير على فيوفق. طب وأنزل، قلنا لابد أن يزل، ابن القيم أشار إلى هذه الأمور، لابد أن يزل، لكنه كلما زل ألهم التوبة، كلما زل ألهم التوبة، وكلما أخفق ألهم الاستغفار، وكلما عصى وتعدى واستطال ألهم طاعة تكفر هذه المعاصي، لأنه صار محبوب في المحبوبية. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت رغم الأنوف، إن الله يتردد رغم الأنوف. العبد يتردد، نعم العبد يتردد لنقص فيه، لأنه ما يتردد عن زبيدة ولا هنيدة، وما يتردد على التورق أو عقد السلم إلا لإيش؟ لجهلي للمصلح أو جهلي للأنفع. صحيح الله يتردد، لكن وش تردد الله جل في علاه؟ إن الله يتردد سبحانه، يتردد بين الصالح والأصلح، تردد الله بين الصالح والأصلح، فيختار الأصلح. من الصالح ألا يتأذى الإنسان بالموت، الموت عظيم. النبي كان يضع يده على الركوة، على الركية فيها الماء، ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، شدة تراها النبي صلى الله عليه وسلم في الموت، فهذه شدة على العبد. والله شوف المؤمن وقيمة المؤمن عند الله، لا يرضى له أن يتألم أو يشتد عليه مسألة سكرات الموت لخروج الروح، بيتألم. فالله تعالى بيكره ذلك، إن العبد يصاب، لكن مع الكراهية تردد الله يقبض روحه، ما يقبض روحه لأنه بيتعب. لا، ده هنا الله فصل الأمر بإيش؟ بالقبض، لأنه قال يكره الموت وأكره، أنا أكره مساءته، يتعب وأنا أكره ذلك، لكن يرجح الله جواره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فتكون هذه الدرجة هي درجة المحبوبية، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. فإذا نقول بأن النوافل ترتقي بالإنسان إلى محبة الله جل في علاه، بل ترتقي به إلى درجة المحبوبية وقياس الأولى. إذا كان العبد أحب أو كره هذه صفة كمال، فمن باب أولى أن يتصف الله بها. والفطر والواقع يثبت ذلك، أنت ترى أن الله تعالى إذا أحب عبدا كتب له القبول في القلوب. ختاما، كما قلت الفرق افترقت الناس في المحبة، فالجميع يشترك في تعطيل الصفة، الجميع يشترك في تعطيل الصفة. فالمتكلمون أنكروها وهم ينكرون الصفات الاختيارية، وأول من أنكر ذلك الجعد ابن درهم والأشاعرة. أشاعرة يعني نفوا الصفة دي، حقيقة الأمر، لكن ما قالوا لا نثبت
كما بشر المريسي أشار إليهم أنهم يضحكوا على العوام. يضحكوا على العوام إزاي؟ هو أصلا لو مسك حديث ورده أنت بترد حديث وترد حديث، العوام مش هيسكتوا. الله فين سنة النبي؟ أنت بتعادي سنة النبي ولا إيه؟ فيعمل إيه؟ يعمى لا ده أنا قبلتها وبينت لكم الحق اللي فيها. وطبعا هو سقط ولا يفهم. نقول له طب الآن الحق اللي فيها ما بينوش الله؟ لا ده فيه طب ماشي أنا موافق، ما بينه النبي، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكر إيه؟ لتبين ما بين النبي. ها يبقى أنت بين أمرين أحلهما مر. النبي جاهل المسألة التي يتكلم فيها، أعوذ بالله من غضب الله، وحاشاه أن يتكلم شيء يجهله. طيب أو النبي يعلمه لكن كتم. فأنت في أمرين أحلهما إيش؟ مر. والعربي ضرب ابن أبي دواد بمثل ذلك. لكن شوف هم بقى البجاحة التي وصلت للوقاحة. لا قالوا نعم هو كتمه لأن الصحابة لا يفهمون، فسبوا الصحابة جميعا. قالوا وكتموا لأنه لو بين الصحابة، الصحابة لا يستوعبون هذا الكلام، لا يفقهون. شوف الكلام يعني، شوف القطح وصل فين. الصحابة لا يفقهون، يعني هم الآن بيقفزوا من أول شيء يقولون إن الله بيتكلم بكلام يضلنا به وظاهره الكفر على ما قال الصاوي وغيره. طيب وأيضا أم البراهين مليئة بمثل ذلك. يعني المهم كتبهم أنا أتيت لكم بما كان من كتبهم على ذلك. إما الله حدثنا بما يضلنا وليس القرآن هدى، لأن الله قال نزل القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة المؤمنين. لا ده كان ده ضلال مبين. أو أنه أتى بها ليبينها النبي والنبي صلى الله عليه وسلم كتمها. كتمها لما؟ كتمها لما؟ ده إذا كان عالم كتمها لأن الصحابة لا يفقهون، لا يعرفون شيئا. يعني بسلامته الله قد حجب هذا الفهم عن الصحابة وإيش؟ أعطاه إياه هو وجماعته تفتزاني وكل بقى هؤلاء القوم الذين قد أرعدوا وأبرقوا على من وقف معهم وقال تعالوا نتحاكم للكتاب والسنة. ففهموا الصحابة لا يفهمون في هذا الباب. فالأشعار لذلك ماذا فعلوا؟ عموا على الناس بالتأويلات. قالوا نعم إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فمنهم من قال إيه؟ المحبة الإرادة. أو منهم من وصف الصفة، أثبت الصفة بإيش؟ بلازمها لا بالصفة، أراد لهم الثواب. ومنهم من قال هو الثواب نفسه، وده الرازي اللي قالوا بذلك. فإحنا عندنا ابن فورك والرازي والبقلاني، كل هؤلاء فيه ما فيه من التأويلات الباردة التي تصدوا بها لرد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور الأشاعرة، وده قول أبي الحسن الأشعري رئيس القوم، قال بأن المحبة هي الإرادة، انتهى. عشان ما تأديش أنت تلزمه تقول له أنت الآن أثبتت إرادة ونفيت إيش، قال لك لا المحبة هي الإرادة. فقال المحبة هي الإرادة بنفسها. والبقلاني ذهب إلى أن المحبة ترجع إلى الإرادة. وأول من وصف المحبة وأرجعها الإرادة ابن فورك والبقلاني. والرازي تناقضت أقواله، فطار قال هي إعطاء الثواب على الفعل، وطار جعل المحبة والإرادة سواء، وطار يؤولها بإيصال الخيرات، وطار بالفعل نفسه بالخير نفسه الذي يصل إلى الإنسان، أو قال يؤولها بإرادة إيصال الخيرات. فالقوم مضطربون متناقضون، والقوم أرادوا ساحة المعتزلة فسقطوا فيها. ما استطاعوا قط أن يباروا المعتزلة، وكانت الحجة للمعتزلة عليه. ثم المعتزلة، والمعتزلة تعلمون أن المعتزلة لهم خط طويل معروف، وش هو؟ في نفي الصفات. إيش التعليل عندهم؟ بتعدد القدماء والكلام على الحادث، والحادث يبقى الله محل للحوادث، يبقى إذن لا يتصف الله جل في علا بهذا. بل هم لا يثبتون إرادة قائمة بذات الله جل في علا. فجعلوا، وطبعا الرازي عشان متأثر بالمعتزلة، المعتزلة جعلوا المحبة هي الثواب الواجب عندهم على الله جل في علا للطائع. والجهمية قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، لا نفي كل بقى في الباب. وللقوم شبهات لا تصل إلى حتى أن تعتبر. ولكننا نقول للأشاعرة نلزمكم إلزاما، وهو إلزام من الأهمية بمكان،
أثبتتم الإرادة ونفيتم المحبة ولا فارق. أثبتتم الإرادة ونفيتم المحبة ولا فارق. والقول في بعض الصفات كالقول في إيش؟ في كل. وبهذا نكون قد ختمنا رسالة ابن تيمية، أجملنا لكم ما فصله ابن تيمية والكلام على الفرق الثلاثة، وننتقل إلى أصول الفقه، نتم الأحكام التكليفية بإذن الله تعالى حتى ندخل أيضا في الأحكام الوضعية. لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقه كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.